ما هو الإسلام؟ اسلم ان ما لا تسلم من دلنا وترقون. قد يسألك سائل وأنت تمشي. ألف أسترب من قد عنده تياجي تيكا. هل أنت مسلم؟ أنت مسلم تعزاجنا. إيش تقول؟ من تراد؟ تقول نعم أنا مسلم. أوني مسلم من تراد. ما هو الإسلام؟ اسلم ان ما لا تسلم من دلنا وترقون وبوليتين. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، بأن تسلم لله، تفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة. اسلم لنا برمالات لا الله في الصمت عزاجنا بالنذي بصوت يتوحيد كفلوش لا الله في الصمت عزاجنا ما سايس. يعني المسلم لا يمكن أن يقول لماذا نصلي الفجر ركعتين والظهر أربع ركعات، لا يمكن أن يقول هذا مسلم. عند مسلم تقول يا كرب أي كبان سبحان لمن غلط ركع سجلنا ظهر لمن دلنا وعرات ركع سجلنا بذلو تقول ما كرب أي كبان تياكي ما كرب أي كبان. نعم، والانقياد له بالطاعة. المسلم لابد أن يطيع الله سبحانه وتعالى ولا يعصي. لا الله سبحانه وتعالى تقتات النتوين تازاج النسيب بالدم فسهم تازاج النتنو ما مثل ما يكتر. والبراءة من الشرك وأهله، لابد أن المسلم يتميز عن المشركين، يتميز عن اليهود والنصارى. مسلم مسلم موقعنا كأيهود وين كنصارى وين ك ايهو يوقع ترقومو نصارى انه يوقع اتشوهالي كالنذي يتلي ليهون يقدر في الاعتقاد بأمنت في القول بكالات في الجوارح سواء بالتشبه باللباس بتكبار بانكسكاسي بلبس مليهون يشيل على المقلات هم دائم مساسا. هذا هو الاسلام. ايهين والخصوم تازجنت. ما هي مراتب الدين؟ يدين درجات استيبوت مسارتوش سنتناتشو. من يعرف مراتب الدين؟ يدين مسارتوش درجات سنتناتشو انتموت ما انهم يمارس الدين. نعم، الإسلام والإيمان والإحسان. جزاك الله خيرا. يقول الدين الإسلامي ثلاث مراتب ثلاث درجات. سلمنا صوت أركان صوت مراتب وصوت درجة وشركة وشالك. إسلام أول مرتبة. سلمنا قطر عندنا وأعلى منها الإيمان المرتبة الثانية. سلمنا واستدموا قطر عند لا إله إلا إيمان. والمرتبة الثالثة أعلى المراتب الإحسان. صوتني درجة لين درجة إحسان يبالو. أركان الإسلام خمسة. يا أسلم نراسو أركانه تشالوت أمست أركانه تشالوت. أعطينا القلم. أنت. قلم. أتبقى. سكريبتور. نعم. أركان الإيمان ستة. يا إيمان مساراتو سدس ناتشو. والإحسان ركن واحد. إحسان يبالو عند نوقطه.